بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حاجة كنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الـ Deep Learning Application، قلنا اللي هو داخل في تقريبا في كل التطبيقات، موجود في شغل الإنترنت والكلاود، موجود في الميديسن والبيولوجي، موجود في الميديا اند انترتينمنت، موجود في السكيورتي والديفنس، موجود في الكارز او الاوتونوماس ماشينز. فهو له تطبيقات كتير. لو حاولنا نشوف مثال على بعض التطبيقات دي هنلاقي عندنا بعض الجوجل ابليكيشن، في بعض التطبيقات لجوجل خاصة بالسبيتش ريكوجنيشن، او بيدخل جملة صوتية وبعد كده بيبدأ عن طريق ال RNN او Recurrent Neural Network، دي احد الاركتكشر الخاصة بالديب ليرنينج، يبدأ يتعرف على الجملة اللي كانت بتقال ويطلعها بشكل تكست. طبعا هو reduce ال word error by more than 30%، تمام، قلل ال error اللي كان موجود عندنا بأكتر من 30%. برضو بالنسبة للتعامل مع الصور قدر يتعرف على الصور بشكل أدق بشكل كبير جدا، ده باستخدام ال convolutional neural network. يعني في الغالب التطبيقات اللي فيها صور بنستخدم فيها ال CNN أو ال convolutional neural network، التطبيقات اللي فيها sequence أو فيها ملفات صوتية أو signals بنستخدم ال RNN أو recurrent neural network. طبعا ده خلانا قدرنا نعمل، هنا كاتب لي سيرش بيرسونال فوتوز وزود تاكس، يعني يقدر يدور على الصور بتاعتنا من غير ما حد يكون عامل لنا فيها تاك. طبعا ده احد المشاريع اللي فيسبوك بتعملها، اللي هو موضوع اللي يتعرف على الصور من غير ما نعمل فيها تاك. طيب في عندنا تطبيق تاني كان خاص بجوجل، حاجة اسمها سان روف بروجكت، ده بيقدر يتعرف على المساحات بتاعة الأسطح اللي موجودة على المباني والمساحة الكلية قد ايه وعدد ساعات النهار اللي موجود عليها قد ايه، بحيث لو احنا هنعمل عليها نظم طاقة شمسية يعني. طيب هنا بيقولنا بقى what is deep learning. بشكل مبسط الديب ليرنينج انا كان عندي سيمبل نيورال نتورك بتبقى مثلا 3 لاير، عباره عن انبوت لاير وون هيدن لاير واوتبوت لاير، وبتبقى فولي كونكتد. بشكل بسيط نقدر نقول الديب نيورال نتورك هي عباره عن اكتر من 3 لاير او اكتر من 3 لاير نيورال نتورك، تمام. فعندنا اكتر من 3 لاير. ايه تقسيمات اللايرز دي وايه الحاجات اللي موجوده فيها دي هنتعرف عليها على حسب الاركتكتشر اللي احنا شغالين فيه، لكن هي اكتر من 3 لاير. طبعا اللي كان محددنا اللي احنا نشتغل 3 لاير اللي هي المشاكل اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي زي المشكله الفانيشنج بروبلم او الاوفر فيتنج والمشكله بتاعه اللوكال اوبتيما وحاجات زي كده، هي اللي كانت محددانا اللي احنا ما نقدرش نستخدم اكتر من 3 لاير. لما عالجنا المشاكل دي قدرنا نعمل الديب نيورال نتورك، تمام. طيب هنا بيقول stack the neural network is usually indicates as deep neural network. هنا بيقول لي بعض معلومات مهمة عن الديب ليرنينج، بيقول لي it is a part or a powerful class of machine learning. هو عبارة عن class من الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج field of learning representation of data exceptional effective at learning patterns. هو له طبعا تأثير فعال جدا في التعرف على الباترنز، يعني لو انا مدخله اي باترن وعايز يتعرف عليه وتعلم عليه فهو طبعا بيدي لنا نتائج فعاله جدا في الكلام ده، وبنسميه ليرنينج ريبريزنتيشن، تمام، او بنسميها ريبريزنتيشن ليرنينج، لان احنا هنا ما بنحتاجش اللي احنا نعمل له فيتشر اكستراكشن قبل ما ندخل الداتا بتاعتنا على النيورال نتورك. احنا طبعا معتاد بالنسبه لنا بنيجي نتعرف مثلا على صوره ولا حاجه، اول حاجه بشوف هل الجسم اللي انا عايز اتعرف عليه في الصوره والاوبجكت ده موجود لوحده ولا معاه اوبجكت تانيه. لو معاه اوبجكتس تانيه يبقى المطلوب مني في الاول انا اعمل سيجمنتيشن عشان افصل الاوبجكت اللي انا عايزه عن الحاجات التانيه اللي موجوده. طيب بعد ما فصلت الاوبجكت اللي انا عايزه لوحده بحاول اعمل له بري بروسيسنج مثلا عشان احسن الصوره بتاعته، وبعد كده ببدا اطلع ايه الفيتشرز المميزه فيه. وطبعا الفيتشرز دي بتختلف من صوره للتانيه، يعني انا مثلا بتعامل مع القرنيه او الايرز مثلا، فطبيعي الخصائص اللي موجوده في الايرز او الفيتشرز اللي موجوده فيها غير الموجوده في الفينجر برينت، غير الموجوده في الفيس مثلا، فكل حاجه من دي هيبقى ليها فيتشرز خاصه بيها، وبالتالي هتبقى محتاجه ان انا يكون عندي خبره عن نوع الفيتشر اللي استخدمه. ده كان الشكل التقليدي او اللي كنا بنستخدمه مع التراديشنال نيورال نتورك. في حاله الديب ليرنينج لا، انا مش محتاج اعمل اي حاجه من الكلام ده، انا هحط مجموعه لايرز واللايرز دي هيكون موجود فيها بعض الكونفليوجنال فلترز مثلا، والكونفليوجنال فلتر دي ليها بارامتر، والبارامتر دي بيتعمل لها ابديت لحد ما ينقي افضل ايه افضل بارامتر تتحط فيها عشان تبدا تتعرف لي على الصوره الموجوده عندي، وهي بتحدد الفيتشرز المميزه في الصوره دي واللي انا اقدر عن طريقها اعرف اميز الصوره دي عن اي صوره تاني او اميز الاوبجكت ده عن اي اوبجكت تاني. طيب تاني حاجه بيقولها لنا، بيقول يوتلايز ليرنينج الجوريزم ذات
derive meaning out of data by using hierarchy of multiple layers that mimic the neural network of our brain. طبعا اللي احنا هنوصل له بعد كده اللي احنا الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها في الديب ليرنينج مطابقه بشكل كبير جدا للي بيحصل عندنا في المخ. يعني عندنا في المخ برضو موضوع تعرف العين لأي جسم بتشوفه والمخ يتعرف عليه وكده، الكلام ده برضو بيتم عن طريق عدد من اللايرز، تمام؟ بيتمش على لاير واحد وتبدأ كل لاير تتعرف على حاجة معينة وفي النهاية تجمع لنا الصورة الكلية. هنا بيقولي طبعا بالنسبة لنا في حالة برضو الديب ليرنينج كل ما زودت عدد الصور أو كمية الانفورميشن اللي أنا مدخلها له كل ما أقدر أتعلم بشكل افضل وكل ما يحسن الليرنينج بتاعي ويحسن الاستجابة بتاعتي، تمام؟ يبقى اذا كل ما زود الداتا كل ما اقدر ايه اتعلم بشكل احسن. طيب هنا بيقول لنا وات از ديب ليرنينج اللي انا كاتبها اختصارا دي ال. هنا طبعا بقول انا كنت بجيب الانبوت داتا ده في الشكل العادي، وبعد كده بيبقى فيه فيتشر انجينير، ناس بتبدا تشوف ايه الفيتشرز المميزه للداتا اللي دخلت عندي دي وبناء عليها تستخدم احد التراديشنال ليرنينج الجوريزم. في حاله الديب ليرنينج الخطوه اللي في النص دي احنا شلناها، بجيب الداتا وبدخلها على الديب ليرنينج الجوريزم، ما عدتش محتاج ان انا اعمل اي فيتشر اكستراكشن الجوريزمز، تمام؟ طيب يبقى احنا بالنسبه لنا الديب ليرنينج ده عباره عن كوليكشن اوف سيمبل ترينابل ماثيماتيكال فانكشن. عندنا بعض الماثيماتيكال فانكشن السهله اللي بتعتمد في الاساس على الكونفوليوجن، وبنتعتمد برضو على بعض الاكتيفيشن فانكشن الجديده اللي هنتكلم عليها بعد كده زي الريليو، وبنعتمد على بعض الفانكشنز اللي بنستخدمها للكلاسيفيكيشن زي السوفت ماكس، هنتكلم طبعا على الحاجات دي بعد كده لاحقا يعني، تمام؟ بعض الفانكشنز البسيطه دي هي اللي قدرت اعتمد عليها عشان اعمل الديب ليرنينج. Learning method which have deep architecture, it's often allows end-to-end learning. بتعمل طبعا end-to-end learning، مش محتاج اللي انا اضيف على اي خطوات تانية، هي بتعمل learning من الاول للاخر. It automatically finds the intermediate representation, thus it can be regarded as representation learning. يعني هي كده عملت لنا representation للايه للداتا، محتاجتش ان انا اعمل الخطوة الخاصة بالfeature extraction، تمام؟ فلذلك بنسميها representation learning، تمام؟ طيب بعد كده هنحاول نفهم يعني ايه نيورون. نيورون ده اللي هي الخليه العصبيه اللي موجوده عندنا في الجسم، تمام؟ طيب طبعا عندنا شكلين، اول حاجه ده شكل البيولوجيكال نيورون وده شكل الايه الارتفيشال نيورون. طب البيولوجيكال نيورون ده بيتكون من ايه؟ البيولوجيكال نيورون ده بيتكون من سيل بودي، تمام؟ اللي هو المركز الخليه اللي موجوده عندي ده او جسم الخليه، تمام؟ طيب وجسم الخليه ده موجود فيه ايه؟ موجود فيه المركز والنيوكليوس. النيوكليوس دي اللي هي النواه، تمام؟ وبعد كده يبقى طالع منها مجموعة أفرع كده بتبقى شكل واخدة شكل أفرع الشجرة، بنسميها دنترايتس اللي هي الشعيرات العصبية اللي بنبدأ عن طريقها نحس أو ناخد الإشارات الخارجية بتاعتنا، يعني دي اللي هيدخل لنا عن طريقها الإنبوت بتاعنا، تمام؟ فالإنبوت هيدخل لي عن طريق الشعيرات العصبية، بعد كده مجموع التأثيرات ده هيتجمع عندنا في النيوكلاس اللي هي مركز الخلية، بعد كده يبدأ يتنقل للخلايا المحيطة عن طريق الإيه؟ الأكسون. الأكسون ده اللي هياخد الإشارة العصبية بناءً على اللي هيحدده المركز بتاع الخلية ده، تمام؟ ويبدأ ينقل الإشارة العصبية للنيورونز المجاورة ليه، تمام؟ طيب النيوكلاس ده بالنسبة لنا بيبقى له أو مركز الخلية ده هياخد قرار من اتنين، يا إما فايرنج يا إما نوت فايرنج، يعني يا إما هيطلع مثلا واحد أو صفر، تمام؟ يا إما يعمل استجابة فايرنج، تمام؟ وتتنقل للخلايا اللي حواليها أو للنيورونز اللي حواليها، يا إما نوت فايرنج يعني هتبقى الإشارة بزير وينقلها للحاجات اللي حواليها. طبعا بالنسبة لنا طبعا في حاجات كتير معجزة جدا في الخلايا العصبية اللي موجودة عندنا في المخ، اللي احنا طبعا الخلايا العصبية بين كل خلية عصبية وخلية عصبية في 10^4 وصلة، يعني في 10,000 وصلة. يبقى اذا لو الوصلات اللي موجودة عندنا ما بين كل خلية عصبية والتانية اتقطع منهم 9999 وصلة، فيتفضل عندنا وصلة تنقل الإشارة ما بين خلية عصبية والتانية، يبقى اذا عندنا الوصلة 10,000 بديل. طب عدد الخلايا العصبية اللي موجودة عندنا في المخ يتجاوز 10^9 نيورو، تمام؟ يبقى اذا احنا عندنا عدد كبير جدا من الخلايا العصبية اللي موجودة عندنا في المخ، بالاضافة اللي احنا عندنا عدد كبير جدا من الوصلات اللي بتنقل الاشارات العصبية دي بين الخلايا وبعضها. طيب ده الشكل الايه البيولوجيكال نيورون او النيورون الموجود في الخلايا العصبيه اللي موجوده عندنا في المخ. طيب حاولنا نعمل محاكاه ارتفيشال او محاكاه ليه
بشكل صناعي، فقلنا هيبقى داخل لنا الدخل بتاعنا اللي هو داخل عن طريق الدنترايتس، والدنترايتس دي هنعتبر ليها ويتس او قيم مضروبه في الدخل اللي كان موجود عندنا. تمام، يبقى انا كده دخلت الدخل اكس وبعد كده ضربته في ويت معين وليكن دبليو 0، وبعد كده نفس القصه اكس 2 واكس 3 وهكذا، واكس 1 واكس 2 وهكذا. تمام، دي الدخول بتاعتي. مركز الخليه الفكره بتاعته اللي هو بيبدا يجمع القيم دي، هجمع اكس 0 في اوميجا 0، وبعد كده اكس 1 في اوميجا 1، وبعد كده اكس 2 في اوميجا 2 وهكذا. تمام، طب البي دي عباره عن ايه؟ بنسميها البايس، او الهدف منها اللي هي بتزود الديجري اوف فريدمز اللي موجوده عندنا دي. بنفترض البي دي، بنفترض ان ليها دخل كان بيساوي 1. تمام، يعني بعتبر دي اكنها زي الدبليو كده، بس مع افتراض ان الانبوت بتاعها كان بواحد. تمام، فدي تعتبر اكنها بي مضروبه في 1، والواحد ده هو الانبوت بتاعها، فدي بتزود لنا درجات الحريه بتاعتنا. تمام، طيب بعد ما بعمل سميشن للكلام ده بحاول اطبق عليه فانكشن اللي احنا بنسميها الاكتيفيشن فانكشن. تمام، بحيث ان هو يطلع اوتبوت محدد بكلاسز معينه. تمام، ما يطلعليش اي اوتبوت او مجموعه ارقام ما تبقاش ليها معنى بالنسبه لنا، لا انا في النهايه عايز اخلي عندي عدد محدود من الاوتبوت. فاللي هيبدا يعمل لنا تحديد لعدد الاوتبوت اللي موجود عندنا ده هو الاكتيفيشن فانكشن. في حاله البيولوجيكال قلنا كان عندنا اتنين ستيت، يا فايرنج يا نوت فايرنج. تمام، لكن هنا بالنسبه لنا هنحاول نعمل اكتيفيشن فانكشن بحيث تطلع لنا عدد محدود من الاوتبوت، ممكن نخليه اتنين اوتبوت، ممكن نخليه ثلاثه، وهكذا على حسب بقى مستخدم هارد ليميتر ولا مستخدم مثلا دالة تانش ولا سيجمويد ولا الريليو ولا ايه بالظبط. هنا بيقول لي الارتفيشال نيورون كونتينز اوف نون لينير اكتيفيشن فانكشن اند هاز سيفرال انكومينج اند اوت كومينج ويتد كونكشن. هو بيتكون بالنسبه لنا الارتفيشال نيورون من نون لينير اكتيفيشن فانكشن ومعاها عدد من الايه، عدد من الانبوتس وعدد من الايه الاوتبوت ويتس. تمام، طيب هو طبعا بيخلي الاكتيفيشن فانكشن نون لينير لان العمليات اللي احنا عملناها قبل كده كلها عمليات لينير، فبيدمج هو ما بين العمليات اللينير والنون لينير، فبيبقى كل العمليه لينير ما عدا الاكتيفيشن فانكشن بتبقى ايه نون لينير. هنا بيقول النيورونز ار تريند فلترز اند ديتكت سبيسيفيك فيتشرز اوف ا باترن. يعني بالنسبه لنا النيورونز بتبقى عباره عن فلترز ببدا انا اعلمها وبتبدا تتعرف على اجزاء معينه من الباترن زي الايدج مثلا اللي هي الحواف او النوز اللي هو مثلا يتعرف على المناخير وهكذا. by receiving weighted input transforming it with activation function and passing it to outgoing connection. تمام، يعني الفكره بتاعتنا اللي احنا بنبدا ندخل الدخل بتاعنا وهيتضرب في ويت معين، تمام، او هيتضرب في مقادير معينه، تمام، وبعد كده نبدا نعمله سميشن نجمعه وبعد كده نعديه على activation function او function تحدد الاوتبوت ده في رينج معين. تمام الكلام ده. طيب بالنسبه لنا الهدف من النيورون ده اللي هو بدا يتعرف لي على بعض الفيتشرز الرئيسيه اللي كانت موجوده عندنا في الايه، في الصوره بتاعتنا او في الباترن بتاعنا. تمام، وبعد كده بدا ايه يظبط الويتس دي عشان يتعرف على اهم الفيتشرز اللي موجوده عندنا في الصوره. طيب هنا بيقول لنا الديب ليرنينج برضو بيزكس، بنكمل كلامنا عن النيورون، فبنقول بعض الحاجات المشتركه مع الريال برين، تمام، اللي موجودة عندنا في كل عقولنا. أول حاجة النيورون بيبقى متوصل مع عدد آخر من النيورونز الأخرى based on what it sees، بناء على اللي هي بتشوفه بتحدد هتقول إيه. النيورونز learn to cooperate to accomplish the task. طبعا النيورونز بتعلم اللي هي تبدأ تتعاون مع بعضها عشان تنهي المهمة بتاعتنا وتنفذها. تمام، طبعا عندنا برضو العصب المرئي في عينينا برضو عشان يتعرف على الصورة بيعدي على مجموعة من الستيجز ومجموعة من المراحل، يعني حاجة زي المالت لير نيورال نتورك اللي احنا شغالين بيها او الديب نيورال نتورك. تمام، بعد كده زير اكزيست ا لوت اوف انترميديت ريبريزنتيشن، يعني برضو نفس القصة عندنا في المخ، كذا مرحلة من مرحلة الريبريزنتيشن، كل مرحلة بيبدأ يتعرف على جزء معين من الصورة او يوضح ميزة معينة او خاصية معينة في الصورة عشان يقدر يتعرف عليها. هنا بيشرح لنا يعني ايه تريننج بروسيس. احنا طبعا عشان نعلم اي نيورال نتورك بيبقى عندنا عمليتين رئيسيين بنعملهم، حاجه بنسميها تريننج بروسيس وحاجه بنسميها تيستينج بروسيس. تمام، في حاله التريننج بجيب الداتا بتاعتي، هنا كاتب سامبل اوف ليبل داتا، دي الداتا اللي انا مدخلها. تمام، بعد كده ببدا اعديها على النتورك بتاعتي واشوف الايه البريتكتد اوتبوت اللي طالع عندي بكام. يعني افترض مثلا دخله صورة طيارة هنا مثلا وعايزه يطلع الاوتبوت بواحد، فجيت دخلت الصورة بتاعت الطيارة دي وانا محدد له الاوتبوت المفروض يطلع بواحد، وهو لما جه يطلع الاوتبوت بتاعي طلعه مثلا بتمانية من عشرة. لو طرحنا الواحد بتمانية من عشرة دي يبقى احنا في عندنا ايرور مثلا باتنين من عشرة،
تمام، ده لو انا طرحتهم من بعض. لو بنحسب مين سكوير ايرور او اي فانكشن تانية الايرور، هتبقى قيمة تانية. طيب بعد ما خدت قيمة الايرور اللي كانت موجودة عندي دي، ابدأ احدث بيها الايه الويتس اللي كانت موجودة عندي، وابدا ادخلها تاني عن نيورال بعد ما حدثت الويتس بتاعتها عشان اقلل نسبة الخطأ اللي موجودة عندي، وافضل ماشي في اللوب دي لحد ما يبقى الايرور اللي موجود عندي بصفر. تمام، ده المنطقي، ان انا افضل الف في اللوب دي لحد ما الايرور اللي عندي بصفر، يبقى البريدكت ده عندي طالب واحد زي التارجت اللي انا كنت طالبه اللي هو كان بواحد، ويبقى في الوقت ده الايرور بصفر، وبالتالي ما يحصلش اي تحديث في الويتس، وابقى وصلت لافضل ويتس اللي هي اقدر اعلم عليها الايه النيورال نتورك. طب بعد ما عملت مرحلة التريننج دي بقى، ابدأ اعمل تيستنج، ابدأ اجيب داتا تانية. تمام، بس الداتا دي مش هبقى محدد، هتبقى unlabeled داتا يعني، وابدأ ادخلها على النيورال نتورك اللي انا عملت لها تريننج قبل كده، وبعد كده ابدأ اشوف الاوت بتاعها هيطلع شكله عامل ازاي. تمام، طيب هنا بيقول لي learns by generating an error signal that measures the difference between the prediction of the network and the desired value. يبقى هو بيتعلم عن طريق اللي هو بيطلع إشارة error، وإشارة الايرور دي بنشوف هي بتبقى عبارة عن الفرق ما بين predicted وما بين desired. Then using the error signal to change the weights or parameter، هنبدأ نستخدم من الايرور سيجنال دي عشان نحدث الويتس اللي كانت موجوده عندنا او البارامترز اللي كانت موجوده عندنا. طبعا الويتس دي بتاعت النيورون، طب البارامترز دي الخاصه بايه؟ بالمراحل السابقه للنيورونز اللي موجوده عندنا، اللي هي زي المراحل الكونفوليوشن يعني، دي بيبقى فيها بارامتر، فطبعا البارامترز دي برضو بحدثها. So the prediction get more accurate، نفضل نعمل العمليه دي ونكررها لحد ما يبقى الايه البريدكشن دقيق قدر المستطاع. طبعا افضل حاجه لو انا اتعرفت بنسبه 100% فالمفروض يطلع القيمه البريدكتد زي القيمه الايه الديزايرد اللي انا كنت عايزها. هنا بيكلمنا بقى عن بعض البيزكس في الديب ليرنينج، بنعرف حاجه اسمها جراديانت ديسنت. تمام، طب يعني ايه جراديانت ديسنت او جراديانت اوبتمايزيشن؟ هنا بيقول لي فايند ذا لوكال مينيمم اوف ا كوست فانكشن يوز تو كالكوليت ذا اوتبوت ايرور اند is used to adjust the weights. طيب ايه cost function دي؟ cost function اللي هي الايرور فانكشن. تمام، طب هي ايه الايرور فانكشن؟ الايرور فانكشن اللي هو الفرق ما بين القيمه البريدكتد والقيمه الايه الديزايرد. تمام، ما بين القيمه اللي خرجت عندي وما بين القيمه اللي انا عايزها، الفرق ما بينهم بنسميها الكوست فانكشن او الايرور فانكشن. طيب الايرور فانكشن دي ممكن تطلع لنا مثلا بشكل كيرف كده. تمام، ده بالنسبه لو انا شغال على قيمه نيورون واحد مثلا، وبشوف الاوتبوت بتاعه كل مره، وابدا اغير في الايه في المدخلات اللي موجوده عندي، فكل مره بغير الدخل اللي كان موجود عندي بيبدا هو ايه يتحرك في الكيرف. فهو انا بيقول كيرف ريبريزنتس از ذا نتورك ايرور ريليتيف تو ا بوزيتيف سنجل ويت، جبت ويت واحد وبعد كده بدات اشوف القيمه بتاعته بتتغير ازاي. طب انا عايز الويت ده يوصل للقيمه اللي تخلي الايرور بصفر. تمام، طيب ازاي انا اوصله لقيمه ايرور بيساوي صفر؟ هجيب الميل بتاع الكيرف بتاعي، فلو جيت اجيب الميل عند النقطه اللي انا واقف عندها، لقيت الميل ده بالنسبه لي كان ميل بالسالب، او لقيت الميل اللي كان موجود عندي بالموجب. لو لقيت الميل اللي كان موجود عندي بالموجب هتحرك ناحيه الشمال زي ما انا كاتب اهو، if the slope is positive move left. تمام، يبقى اتحرك ناحيه الشمال، يبقى انا لسه ما وصلتش لايه لاقل قيمه. طبعا احنا اقل قيمه بالنسبه لنا في الايرور هنا. تمام، اما يبقى ده خط مستقيم كده بالعرض، يبقى بالنسبه لنا الميل كان بيساوي صفر. تمام الكلام ده، يبقى بالنسبه لنا كده انا وصلت الايرور بيساوي صفر. تمام، طب ازاي اوصل للحاله دي؟ لو انا موجود ناحيه موجود عندي الميل بالنيجاتيف هتحرك ناحيه اليمين. تمام، لو انا موجود عندي الميل بالبوزيتيف هتحرك ناحيه الشمال. تمام، لحد ما اوصل لاقل قيمه للايه للايرور. تمام، وقت ما يبقى الميل عندي بصفر خلاص هوقف العمليه بتاعتي، ويبقى انا كده وصلت لاقل ايرور. يبقى انا في الحاله دي بدات اتحرك على قيم الويتس. تمام، لحد ما وصلت لقيمه الويت اللي تخلي عندي الايرور بكام؟ بصفر. طيب بالنسبه للقصة الجراديانت ديسنت دي فيها عدد كبير من المشاكل. اول مشكله موجوده عندنا اللي انا ممكن يكون عندي السلوب او الكيرف اللي موجود عندي ده كبير جدا. تمام، وبالتالي الميل يبقى كبير قوي. تمام، في حل زي كده هبقى محتاج ان انا استخدم اي فانكشن. تمام، عشان اصغر الايه الكيرف اللي كان موجود عندي دوت. تمام، اضربها في معامل مثلا زي الفا او جاما او كده عشان اصغر الكيرف بتاعه، وبالتالي اصغر الايه السلوب اللي كان موجود عندي. تمام، تاني مشكله واللي هي موجوده عندنا في التراديشنال نيورال نتورك اللي بنسميها اللوكال مينيمم. تمام، اللي انا ممكن يكون عندي الكيرف بتاعي مش بالشكل اللي فوق ده، لا يكون بالشكل اللي تحت ده، ويكون في اكتر من مينيمم. فانا هنا قاعد اتحرك حوالين النقطه دي عشان اوصل لاقل قيمه ايرور، وفي دماغي لما اوصل للسلوب بيساوي زيرو يبقى انا كده وصلت للايه للمينيمم ايرور، مع ان في ايرور تاني اقل منه. تمام الكلام ده. طيب ازاي نحل مشكله زي دي؟
الحل بتاع المشكلة دي اللي هو بيستخدم multiple random starting state، بيبدأ من أكتر من مكان عشوائي تمام عشان يوصل لأقل قيمة ايرور، مش بيبدأ من نقطة واحدة، لا بيبدأ من أكتر من نقطة، ممكن أخد نقطة هنا مثلا، نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا تمام، وأبدأ أدور على اللي كان بيديني السلوب زيرو، وأبدأ أشوف هي اللي كان فعلا متحقق عندها أقل ايرور تمام. فدي مشكلة من ضمن المشاكل اللي كانت موجودة عندنا في التراديشنال نيورال نتورك، اللي احنا كان ممكن يبقى عندنا قيمة الايرور قيمة لوكال مش قيمة جلوبال تمام. يعني على عموم الكيرف انا كان موجود عندي قيمة ايرور اقل من القيمة اللي كانت موجودة عندنا هنا تمام، بس لاني كنت بتحرك في الجزء ده بس تمام، وقاعد اعلى واوطى فيه لحد ما وصلت للسلوب زيرو، افترضت ان انا كده وصلت لاقل ايرور، مع اني فعليا ما وصلتش لاقل قيمة ايرور. هنا بيكلمنا على الديب ليرنينج اركتكتشر، بيقول لنا الاركتكتشر اللي كان موجود عندنا كونسيست، ديب ليرنينج نيورال كونسيست اوف ا هيراركي اوف لايرز، بيتكون من عدد من لايرز، وير بي ايتش لاير ترانسفورمز ذا انبوت داتا انتو مور ابستراكت ريبريزنتيشن. كل مرحله هتبدا تحاول تفصل الصوره اللي كانت موجوده عندنا او توضح الصوره اللي كانت موجوده عندنا اكتر. في الاول هيبدا ياخد مجموعه من الايدجز، بعد كده هيبدا يظهر بعض الاجزاء في الصوره زي النوز مثلا وباقي تفاصيل الوش والعينين وهكذا، لحد ما تبدا توصل لداتا هاي ابستراكتد يعني او متعرفه بشكل اوضح، ولحد ما توصل عند الاوتبوت لاير كومباينز ذيس فيتشرز تو ميك بريدكشن، هتبدا تجمع كل الخصائص دي عشان تعمل الايه البريدكشن بتاعنا. هنحاول نوضح الكلام ده برضو بشكل تاني زي اللي موجود عندنا في الصوره. انا هنا كنت عايز اتعرف على مجموعه من الفيسز، في اول مرحله بدات اتعرف على الايدجز، طلع لي شويه خطوط كده، بعد كده بدات اتعرف على النوز والاي في كل صوره، بعد كده بدات اتعرف على الفيسز تمام، وبقى محدد كل فيس كان موجود عندنا كان شكله عامل ازاي تمام الكلام ده. فهنا بيقول لي بالنسبه لنا الديب نيورال نتورك consists of input and output and multiple fully connected hidden layers in between. Each layer is represented as a series of neurons and progressively extract higher and higher level features. مع كل مرحلة بنتقدم فيها بنبدأ نوضح فيتشرز أكتر في الصور اللي كانت موجودة عندنا، بدأت بالإيدجز وبعد كده بقت مثلا هنا النوز والأيز وبعد كده بقت الفيسز. The input of the input until the final layer essentially make a decision about the input choose تمام. يعني تفضل المراحل كل شوية يوضح في الصورة الموجودة عندنا لحد ما نوصل للأوتبوت لير اللي هتبدأ تاخد القرار بقى وتحدد ايه الصورة اللي احنا شايفينها. The more layer the network the higher level features is will learn. كل ما زودت عدد اللايرز اللي موجودة عندي كل ما هتبقى ايه الداتا more abstracted او هتبقى متوضحة بشكل احسن وهيبقى فيها ايه features اكتر تمام، وهنقدر نميزهم من بعض اكتر. طيب هنا بيكلمنا عن ديب نيورال نتورك اركتكتشر، عندنا ثلاثة تايب او الاركتكتشرز ليها ثلاثة تايب، اول حاجة الفيد فورورد، تاني حاجة الباي دايركشنال، تالت حاجة السيكونس بيست. طيب بالنسبة لأول نوع موجود عندنا بيندرج تحتيه convolutional neural network أو نسميها CNN، وفي حاجة تانية بنسميها deconvolutional network. تاني نوع اللي هو بنسميه bidirectional، ده تحتيه deep Boltzmann machine والstacked autoencoder. تالت نوع اللي بنسميه sequence based اللي هو recurrent neural network أو بنسميها RNN، وتاني حاجة LSTM ودي برضو هنبقى نقول دي ايه اختصار لإيه تمام، هي لونج شورت تايم ميموري. طيب بالنسبه لاول نوع موجود عندنا اللي هو convolutional neural network او بنسميها convnet او CNN عشان ده الاختصار اللي هنتعامل بيه بعد كده، تاني نوع recurrent neural network او RNN، تالت حاجه لونج شورت تيرم ميموري نتورك، بعد كده عندنا الديب او restricted Boltzmann machine اللي هي ال RBM، وعندنا الديب كيو نتوركس، وعندنا الديب ليف نتورك، وعندنا الديب ستاكينج نتورك. هنبدا من اول الدرس الجاي ان شاء الله نتكلم عن الكونفليوجن نيورال نتورك. في بس جزئيه بسيطه نسيناها، هنعدي عليها قبل ما ننهي الدرس ده. هنا لو احنا عايزين نشوف ايه الفرق بين الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج وهكذا، فبالنسبه للارتفيشال انتليجنس هو الاسم العام اللي هو زي النولج بيزد مثلا، داخله او يندرج تحتيه لو احنا بنعملهم كشكل مربعات جوه بعض هيبقى جوه الماشين ليرنينج زي السبورت فيكتور ماشين،
بعد كده هيبقى موجود جواها الريبريزنتيشن ليرنينج اللي هو زي الاوتو انكودر مثلا، وبداخلها الديب ليرنينج اللي هي زي المالتي لاير بيرسبترون او زي اي نوع بقى من المالتي لاير بيرسبترون اللي هو زي الكونفوليوشن نيورال نتورك وخلافه. يعني من المره الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم عن السي ان ان، او هنتكلم عن الكونفوليوشن نيورال نتورك، وهنتكلم ليه احنا احتاجنا نستخدم كونفوليوشن فلتر.